بقيت هناك 3 أيام فقط في الموسم. أمضى قارب فيش هوك أياما كثيرة في البحر وصاد الكثير من الأسماك وواجهنا موسما صعبا العام الماضي. كافحنا وهكذا تسير الأمور. هذا هو علم صيد سمك التونة. في العام الماضي كنا الأسوأ من حيث الأداء وكان الأمر مدمرا، إلا أننا القارب الأكثر كسبا في الوقت الحالي، وليس هناك أفضل من إنهاء هذا الموسم ونحن في مقدمة الأسطول. سنقضي عليهم، سيتوجب عليهم جمع كل أسماك التونة التي اصطادوها معا ليتمكنوا من منافستنا. في منطقة الصيد هذه لا تنتهي المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أنا وريك متحمسان للغاية في هذا العام، لدينا فرصة للفوز في هذا الموسم. 10,000 دولار قد تفصل فيش هوك عن المركز الأول، بينما نحن حاليا في المركز الرابع. كل ما نحتاجه هو سمكة تونة كبيرة لنصبح في قمة الأسطول. يمكننا الفوز في المنافسة. يا للهول، قطع إصبعه. هذا جنون. ريكي، أجل، حصلوا على مقطع مصور من المستشفى. والآن ماذا؟ شاهد، قطع تايلر إصبعه. يا للهول، قاموا بخياطته. يريد الأطباء منه أن يرتاح لفترة، إنهم قلقون من إصابته بعدوى مرضية. خرج كل من ديف وتايلر من المنافسة. حسنا، ولا يزال ديف وفريق دوت كوم في المستشفى لتلقي العلاج نتيجة عدوى سامة تسببت بها إحدى الأسماك. شعوري سيء، لا شك بأنني مصاب بالحمى. الذهاب إلى المنزل، هذا كل ما كتبته. لقد أخبرتك لم يجدر بك الذهاب. أجل، توقيت سيء للإصابة بأذى، فأنا لا أتمنى ذلك لأعدائي. سنرى ديف حين نعود إلى الرصيف. يبدو هذا جيدا، ربما نعطي تايلر الإصبع أو إصبعنا. انظر إلى هذا. ماذا؟ ماذا؟ أتظن بأن ذلك سينهي موسمه؟ على الأرجح أن هذا سينهي موسمه، لأنه كيف سيتمكن من الصيد؟ هذا الإصبع مهم، فأنت تحتاجه في كل شيء تقوم به. حسنا، من يريد شطيرة؟ لا أظن أنني أستطيع أن آكل. أعلم ذلك.